السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنبدأ النهاردة الحلقة رقم 6 السادسة في أحياء أولى ثانوي. يبقى الحلقة السادسة، أحياء أولى ثانوي. نبدأ إن شاء الله النهاردة، نواصل ونتابع البروتينات، أهمية البروتينات. طبعا البروتينات هامة جدا جدا بالنسبة لجسم الكائنات الحية كلها، يعني بتشكل البنية التركيبية لجميع الكائنات الحية، لجميع الكائنات الحية. فهي تدخل في، نعد كده مع بعض، تكوين العضلات، نمرة 2 تكوين الأربطة، الأوتار، الأعضاء، تكوين الودد، الأظافر، طبعا ده كله داخل فيه البروتينات، تكوين الشعر، وطبعا تكوين الدم والليمف، ده هناخده بالتفصيل في تانية سنة إن شاء الله في الأحياء. دي حتة مهمة جدا، وده بنعتبرها كل ده رقم واحد. يبقى رقم واحد تشكل البنية التركيبية لجميع الكائنات الحية، فهي تدخل في تكوين العضلات، الأربطة، الأوتار، الأعضاء، الغدد، الأظافر، الشعر، الدم والليمف. نمرة 2 ضرورية لنمو الجسم، ضرورية اللي هو مين؟ البروتينات لنمو الجسم. رقم 3 تساهم في العمليات الكيميائية الحيوية التي تدخل في تركيب الإنزيمات والهرمونات، وتحفز وتنظم جميع العمليات الحيوية بالجسم. يبقى ديت أهمية البروتينات. يبقى البروتينات لها أهمية كبرى، خلاص، ولازم نركز ونلخصها ونعرف. كشف البروتينات، كاشف اسمه البيوريت. ازاي نكشف كشف البيوريت؟ وساعات بنقوله البيورايت او البيوريت، في الكشف عن البروتين حيث يتحول من اللون الازرق الى البنفسجي في وجود البروتين. يبقى الوقت كشف البيورايت او البيوريت، حيث يتحول من اللون الازرق الى اللون البنفسجي في وجود البروتين. اخر جزئية الروابط البيبتيدية الموجودة في البروتينات، وديت عنوانها كيفية بناء البروتينات من الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية احنا عارفين ان عددها 20 نوعا تقريبا. يبقى الوقت العدد الأحماض الأمينية 20 نوعا تقريبا،
لها أمثلة نعرفها، جلايسين زي جلايسين جي ال واي جي ال واي، ألالين اي ال اي، والفالين. طبعا في بعض كتب كاتبة عدد كبير من الأحماض الأمينية عشان بس يوضحهم إزاي بيتم التبادل خلاص ما بين هذه الأحماض الأمينية عشان تكون إيه عدد كبير من البروتينات. ولذلك بنقول يتوقف البروتين على نوع وترتيب وعدد الحمض الأميني في سلسلة عديد البيبتايد. يبقى الوقت هنا بالرغم، ممكن سؤال علل، بالرغم من أن عدد الأحماض الأمينية 20 حمضا، إلا أن عدد البروتينات كثير جدا. علل، لأنه يعتمد على نوع وترتيب وأعداد الأحماض الأمينية في سلسلة عديد البيبتايد. يعني ايه سلسلة عديد البيبتايد؟ احنا هنا عندنا حمض اميني سي، هنا اتش، هنا او سي او او اتش، وهنا ان اتش 2، وهنا مجموعة الالكاي. في حمض اميني هنا برضو سي او او اتش، سي هنا اتش، وهنا ار، وهنا NH2. طيب الوضع بالنسبة لهذا المركب، طبعا ده حمض أميني وده حمض أميني، يتم نزع جزيء مية. بناخد ذرة هيدروجين واحدة من هنا، بناخد ذرة هيدروجين واحدة من هنا مع الـ OH بتاعت الحمض، الـ OH بتاعت الحمض، يبقى في هنا نزع جزيء مية خلاص، وتتكون رابطة بينهم، ما بين الاثنين حمض، اسمها الرابطة البيبتيدية. طبعا دي مكتوبة عندنا برضو للاطلاع فقط، ولكن لازم نفهمها. تنشأ الرابطة البيبتيدية بين مجموعة كربوكسايل لأحد الأحماض الأمينية، مجموعة الأماين NH2 للحمض الأمين الآخر، وذلك عن طريق نزع جزيء ماء خلاص، وبالتالي تتكون الرابطة الايه البيبتيدية. ولذلك في معلومة عندنا، حمض اميني، اتنين حمض مع بعض، حمض اميني مع حمض اميني، في رابطة بينهم، هي الرابطة اللي احنا عملناها هنا بالتمثيل هنا. طبعا ده بنسميه مركب ثنائي البيبتايد. والرابطة اللي بينهم اسمها رابطة ايه؟ بيبتيدية، رابطة بيبتيدية. طيب لو اكتر من حمض اميني، يعني حمض اميني وهنا حمض اميني، بينهم رابطة، وهنا حمض اميني وهنا حمض اميني، يبقى اكتر من حمض ايه؟ اميني. طبعا دي رابطة بيبتيدية. بنسمي هذا المركب سلسلة عديد البيبتايد. مراجعة سريعة كده بسرعة، ازاي نبني البروتينات. البروتينات بتتكون من الأحماض الأمينية، لأن قلنا الوحدة البنائية بتاعتها تقريبا 20 نوع من الأحماض الأمينية، من أمثلتها الجلايسين، الألانين والفالين.
الرموز نعرفها، 3 أمثلة موجودين عندنا مقررين، أما الباقي اللي موجود في الكتب فبيبقى الاطلاع، بس لازم نقراها برضو ونركز عليها في النظام الجديد. علل: بالرغم من أن عدد الأحماض الأمينية 20 حمضا أو لا يتعدى 20 حمضا، إلا أن عدد البروتينات كثير جدا، لأن هذا أو تكوين البروتين يعتمد على نوع وترتيب وأعداد الأحماض الأمينية في سلسلة عديد البيبتايد. إيه هي سلسلة عديد البيبتايد؟ لما حمض أميني يرتبط مع حمض أميني مع حمض أميني مع حمض أميني أكتر من 2 حمض أميني، لو هما 2 بس يبقى اسمها مركب ثنائي البيبتايد، ثنائي البيبتايد، واللي بينهم رابطة بيبتيدية. يبقى الرابطة البيبتيدية هي رابطة تنشأ بين حمضين أمينيين، خلاص، حيث يتم نزع جزيء ماء، ذرة هيدروجين من مجموعة الأمين وذرة هيدروكسيد من مجموعة الكربوكسايل من حمض أميني آخر ليتكون ثنائي البيبتايد، وتتكون الرابطة البيبتيدية بينهم عن طريق نزع جزيء مية. خلاص، يبقى نزع جزيء مية، خلاص، H من الأمين، H من الأمين، و OH منين؟ من الكربوكسايل. دي كان آخر حاجة في حلقة النهاردة. إن شاء الله ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا، وبرضو بعيد مرة وكل مرة الحلقات التأسيسية نراجعها على ما أعمل لكم برضو حلقات جديدة إن شاء الله تأسيسية عشان نستفيد في الفروع الثلاثة كيمياء وفيزياء وأحياء. إن شاء الله نلتقي قريبا في الحلقة السابعة في الأحياء، وده يعتبر خلصنا الوقت الكربوهيدرات، خلصنا الليبيدات، خلصنا الأحماض الأمينية، هيبقى لنا لسه الأحماض النووية اللي فيها الـ RNA والـ DNA، ويعتبر كده إن شاء الله ماشيين كويس. لسه باقي لنا الأسئلة، وهنناقش أسئلة كتير من الأسئلة اللي بتيجي في البوكلت إن شاء الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.